متواصلين مع حضراتكم في صالون سيدتي. يمكن النهارده هنفتح الحوار او هنتكلم عن موضوع الاثاث والديكور. يعني بيت اي سيده بتكون كل همها انها تفرشه بطريقه مريحه بسيطه جميله، وعايزين كمان يكون عندنا خبره زي نختار الاثاث اللي مناسب لمساحات بيتنا. النهارده هنتكلم، او ساعات كتير قوي بنختار ما بين الاثاث الكلاسيكي او المودرن زي ما اللي قالت في بدايه تقديم الحلقه. النهارده هنتكلم عن الديكور المودرن او الاساس المودرن. هيكون معنا خبير في صناعه وديكور المودرن، المهندس ياسر العضل. اهلا بيك معنا. اهلا بيك يا استاذ ياسر. طبعا احنا عارفين ان دمياط، حضرتك بتعمل في دمياط، عارفين ان دمياط هي يعني معناها كده الاثاث الكلاسيكي. فحضرتك اخترقت الموضوع بشيء او حاجه غريب مجال اخر، وهو الاثاث المودرن، وهو اعتقد ان هو انتشر في دمياط من فتره قليله قوي. عايز اعرف بقى، كانت مجازفه منك ان انت تخش بهذا المجال؟ طبعا هي كانت مجازفه، لان دمياط زي ما حضرتك بتقولي مشهوره بالكلاسيك. فطبعا يعني طبعا انا اول ما اتخرجت من الكليه كان في نفس المجال برضو، فتحت مكتب للتصميم الاساس، فطبعا كنت بعمل تصميمات الكلاسيك. طبعا عشان نعرف ايه الكلاسيك وايه المودر. الكلاسيك هو المذهب. ايوه يعني هو مش المذهب بس، ده في حاجات كده، القايمه الخشب المنحوت اللي هو احنا عندنا بقى هتكلم شويه مصطلحات دمياطيه شويه. القايمه الايماجي اللي بيدق الخشب ده كان نمره واحد عندنا في دمياط في الشغل الكلاسيك. والصالون بقى اللي هو الفخم والحاجات القايمه الثقيله قوي دي، طبعا كنا الضميطه بيخبوا حاجات كتيره مش موجوده، كان في بيصدروا شغل كتير قوي لدول الخليج وهم بيحبوا الحاجات دي جدا. فكنا معتمدين عليها اللي هو الهاند ميد، الشغل اليدوي. فانا كنت عندي مكتب للتصميم، اول ما بدات مشروع بدات مكتب للتصميم الاساسي الكلاسيك. وبعدين طبعا انا عشان طبعا في دمياط النجار هو اللي بيعمل التصميم للتجار وهو اللي بيشتغل. ففكرة ان انت تجيب مصمم مهندس خريج كلية ويبدأ يصمم، دي كانت جديدة عليهم في فترة قليلة. فبدأت عاوز افكر اعمل حاجات جديدة بقى، ما هم متعودين بقى على القيمة وكده. فبدأت ابحث عن بعض الدول الاوروبية طبعا، مثل ايطاليا. ايطاليا طبعا ملكة الاساس في العالم كله، وفرنسا والصين وتركيا. فطبعا الشغل الايطالي ما بيتغيرش كتير لانه هو واخد نمط معين وخامات عالية جدا. بس هما هناك في ايطاليا بيستخدموا الاساس للاستعمال، احنا هنا في مصر الحاجتين بقى، للفرجه والتجميل. ايوه انا جبت لازم تقول انا جبت اساس الميكانز والاساس. أيوة. والاسماء بتاعت زمان. أيوة. بقى الاوضه الكلاسيكيه، الاوضه الشجره والاوضه البنتير، الحاجات اللي هي كانت تقيله. كان لها المذهب ده كان بيبوظ جوازات. ايوه صح. ايوه. فطبعا هناك الشغل عندهم او الاساس استعمال فقط. اهم حاجه عندهم الاستعمال، احنا عندنا الاثنين مع بعض. وبعدين بحثت في الاساس الصيني والاساس التركي. طبعا هو كان موجود المودرن من فتره مش بعيده قوي، موجود في محافظه زي محافظات قليله جدا زي القاهره واسكندريه، بس كان مستورد. كان صيني وتركي، يمكن التركي داخل جديد شويه في 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 القاهره. ولكن الصيني كان موجود. فنزلت معارض في القاهره عشان اتفرج على الاساس المودرن، فلقيته بسيط جدا وخشب طبعا مصنع بشكل، بس مش خامه زي بس الخشب. مستواهم في التشطيب عالي جدا. الصين وتركيا مستواهم في الفينش عالي. فالمودرن بيعتمد على الفينش وعلى التشطيب. طبعا هم في ناس من القاهره كانوا بيشتروا الاساس المودرن المستورد ده، بس طبعا اللي عاوز غرفه سنه ولا سنتين وبعدين يغير. لكن العروسه اللي داخله على جواز ما ينفعش معاها الشغل ده. هو عاده يا مهندس ياسر كلمه مودرن يعني معناه ان هو ايه، خشب وضعيف ما يستحملش ما يعيش. هل انت عملت مواصفات المودرن بالشكل المواصفات الكلاسيكي؟ بالظبط. عملت خشب كويس شكل كويس. هو ده بقى الجديد اللي احنا فكرنا فيه. النقطه بقى حته اللي بياخد غرفه سنه ولا سنتين، العروسه اللي مقبله على زواج اهلها مش هيوافقوا ان هم ياخدوا. العريس طبعا هيغيروا الاوضه بعد سنتين، مش هيغيروا الاوضه لوحدها. هيغيروا الاوضه مع مين؟ مع العروسه. فمش هينفع. فطبعا العروسه اللي مقبله على الزواج ما بتاخدش الشغل اللي هو المودرن الجاهز المستورد الصيني او التركي، بيخافوا من الخشب والخلف. فطبعا انا قعدت افكر ازاي ان احنا نحل المشكله دي. المودرن بصيت فيه بقى، طبعا فتحت على النت على المواقع التركيه والمواقع الايطاليه والفرنسيه،
فوجدت شغل مودرن عالي جدا وممتاز جدا، فقلت بقى اشتغل فيه. فبدات اصمم بعض الموديلات تصميمات مودرن واعرضها على التجار والمصانع الكبيره في دمياط، فطبعا كانوا رافضين الفكره نهائي، ما كانوش متخيلين، لان التصميم بيبقى عباره عن خطوط، لكن القيمه والكلام ده بيبان الشكل العام، لكن هو مش مقتنع بالفكره. احنا معانا دلوقتي صور من بعض الاساسات المودرن، تصميمات حضرتك، ممكن تكلمنا عنها شويه؟ اوكي حاضر. فزي ما قلت لحضرتك الشغل المودرن كان غريب بقى على الناس في دمياط، فانا عشان يعني عاوز اصممه انا بدات اصمم وانفذ الموديلات، والحمد لله بدات اشتغل انفذها بايدي عشان اوصل للفكره الجديده بتاعت المودرن. طيب احنا معانا اعتقد دي سفره ولا نشوف مع بعض الصور تاني، ممكن نعيدها لو سمحتوا نعلق عليها ونقول ان هل المودرن بيناسب كل الاذواق ولا فئه عمريه هي اللي بتحب الاساس المودرن؟ انا كنت بلاقي مشكله لما الاهل والعريس والعروسه ينزلوا يشتروا عفش من دمياط، ان هم الشباب الصغير اللي هم الشاب والشابه المقبلين على الزواج، المقبلين على الزواج، فكرهم طبعا المودرن. طبعا. ولما عرفوا انه موجود بدا يبقى موجود في دمياط، فبقى ينزلوا مع الاهل. الاهل طبعا يعني مش هقول لك رافضين الموضوع نهائي. صح. فين يا بنتي الاوضه اللي متعودين عليها الفخمه الكبيره، وهي طبعا فكرها الاساس المودرن. بس في نقطه لازم ناخد بالنا منها، ان الاساس المودرن تصميمه يبدا من النهايه وليس من البدايه. يعني انا اصمم الاوضه واشطبها في التصميم عشان وانا ببدا هعرف ازاي هنتهي. في الكلاسيك العكس، ممكن ابدا باي اوضه خشب بعد كده اشطبها زي ما انا عاوز، احط قيمه زياده، احط قيمه، الزق ذهب على القيمه، شغل يدوي. طيب ده الفرق بين معانا صور دلوقتي، دي غرفه نوم مودرن. طبعا الواضح في الصوره ان الديكور بتاعها السجاده الستاير لازم تكون متوافقه كلها مع الشكل العام للغرفه. طيب دايما يعني معروف كده ان العفش المودرن او الاثاث المودرن بيبقى سيء السمعه في الخشب، فاعتقد لما وصل لدمياط، دمياط معروفه ان خشبها رائع، فاعتقد ممكن الثقه تبقى ازدادت عند الناس ان هم يشتروا من دمياط اثاث مودرن من غير خوف. ده فعلا هي دي المعادله اللي انا بدات اشتغل فيها من فتره، ان انا ازاي اقنع الناس بشغل مودرن بخامات طبيعيه. هو على فكره استاذه داليا هو صعب، صعب جدا، صعب جدا ان انت تنفذ شغل مودرن بخامات طبيعيه. طبعا، لان المودرن بس ده يعتبر ماكس ما بين الكلاسيك وال، لا في ده موديل نيو كلاسيك، قصدي في الماتيريال يعني او في الخشب بالظبط، بتاخد الاثنين مع بعض. عشان كده برضو ستات البيوت اللي بتتفرج علينا النهارده اللي منتظرين الحلقه دي، عشان طبعا فرش البيت ده بيهمهم جدا جدا جدا، تاخد بالها ان مش شرط الغرف اللي متصنعه في دمياط فيها خامات زي الام دي اف، هو مش بيبقى العصب بتاع الشغل نفسه، ده بيبقى شكل جمالي فوق الاساسيات بتاعه الغرفه، بس مش خشب يعني يعيش او قوي في الاساس، ما هو مش شكل بس، مش ما هو احنا ساعات واحنا في دمياط بنعمل يعني ده بيبقى حاجه معالج، خشب معالج. طبعا معالج، بس مش خشب طبيعي زي الكلاسيك. ما هو احنا بنعمل ايه زي ما الاستاذه قالت، احنا بنخلط الخشب الخام نبدا بالعصب الغرفه كله بخشب خام زان، بعد كده يستحمل يستحمل. يستحمل. طب ممكن اسال حضرتك حاجه؟ انا الاسعار لما اكون شاب وشابه وعايزه اجيب في بيتي عفش مودرن لطيف وقدامي المودرن التركي والمودرن الصيني، هل السعر زي المودرن دمياطي دلوقتي ولا مختلف؟ الاسعار زي بعض ولا اغلى؟ الصين دلوقتي وتركيا لما عرفوا ان دمياط بدات تصنع الشغل شبيه بالشغل بتاعهم، طبعا حاجة لا تتخيليها، بيجوا عندنا في دمياط وبيدخلوا المعرض وبيصوروا طبعا انتوا الاساس ده، يجوا يتعلموا منكم بالظبط. ما هو انت دلوقتي بتعمل خامات طبيعية دمياطية، هتنافس اللي سوق وبأيدي عاملة من دمياط بالظبط. صحيح. وطبعا انا اتعرض عليا شركة تركية عرضت عليا ان هي تصنع لي شغل بنفس الشكل اللي عندي وتجيبه دمياط وابيعه. قلت لهم لا لا لا، شكرا شكرا، صناعة مصرية، احنا نصنع. العميل لو جالي اصلا وطلب وشاف حاجه عندي مستورده هيفقد الثقه في كل الشغل. احنا عندنا مجموعه غرف نوم اطفال، حضرتك ممكن نعلق عليها ونشوف يعني الستايل المودرن مع الاطفال بيبقى شكله ايه. لا في الاطفال الوان جديده خالص، وكل سنه
كل سنه بيبقى الالوان مختلفه. سنه 2011 و12 و13 وسنه 2014 الالوان كل سنه بيبقى لها طابع الوان معينه بتختلف من سنه لسنه. هو ده الفرق بين الالوان. مش ما اقدرش اقول لك الالوان الاساسيه ايه في سنه 2014 بالنسبه لغرف الاطفال حاجه والنوم حاجه والسفره حاجه تانية. طب ايه بقى عشان يعني لو حد مقبل ان هو بياسس بيت فيشوف بقى ايه الجديد في غرف الاطفال في الالوان والموديلات اللي جديد في مثلا غرف المعيشه؟ بصي احنا بنعمل هو اللي طالع في 2014 مثلا في الاطفال الالوان زي اللي حضرتك شايفاها دلوقتي الالوان الفاتحه دخول ثلاث الوان في الغرفه مع بعض. وطبعا انا يعني افضل ان سيده البيت قبل ما تختار العفش تبدا ترفع مقاسات الشقه مهمه جدا النقطه دي وتبدا ان هي تختار الستاير بعد اختيارها للعفش. صح. والسجاد في ناس بيشتروا السجاد وبيشتروا النجف وبيشتروا التحف وطبعا الديكورات والستاير قبل ما يشتروا العفش وتحط العفش طبعا ما فيش ماتشنج بينهم خالص. فمهم جدا. طب ممكن اعرف سيده البيت ازاي تفكر في النقطه دي؟ هي اما تكون عايزه عفش مودرن لازم قبل الفرح بتاعها مثلا بشهر او بشهرين تبدا تتعاقد في الشغل بتاعها وتبدا تاخد صور ملونه متشطبه في المعرض مثلا على الكمبيوتر بقى بيعملوها لها طبعا بالظبط وتاخد صوره معاها وتبدا من خلال الصوره دي تبدا تفرش بقيه الاشياء اللي تتماشى معاها. وفي نقطه برضو مهمه. طب دلوقتي يا جماعه العمليه بقت سهله خالص يعني انا دلوقتي منزل اشتري سجاده او ستاره معايا التصميم بتاعي. أيوة. فاينل شكل اوضتي ايه واجيب الستاره او اي اكسسوار حتى الاباجوره حتى الترابيزه السنتر. صح. اي حاجه على الصوره. صح. يمكن بالظبط يمكن الميزه الميزه اللي احنا يعني زمان الستات كانت بتاسس كده بالخيال. لا لا ما الحياه اختلفت طبعا. على فكره كان المودرن يعني لما عملناه في البدايه لقى صعوبات جامده جدا الاهل بتاع العروس والعروسه اللي كانوا زعلانين ان هم جابوا العفش ده بعد ما فرشوا الشقه وفرشوها مودرن بعتوا شكرونه على الشكل العام النهائي. هم بقى يعملوا بعد كده في بيوتهم يجددوا بقى. لا ده اللي ده في سنه 2014 دلوقتي مش المقبلين على الزواج بس اللي اللي بيجيبوا عفش ده بيغيروا العفش دلوقتي. ده الصالونات بقى المودرن الالوان طبعا الفضي والالوان الموف ديت لسه الموف موضه ده كان طالع من سنتين برضو لسه مستمر بس مع الفضي بقى مع الاسود دي الالوان الجديده بتاعته. دايما يا استاذ ياسر كانوا بيقولوا يعني لما انا رحت مثلا اجيب عفش او لا انا عايزه المعروض ما حدش يعمل لي عموله علشان ما اضمنش العموله بقى ممكن زي ما بيقولوا كده بالبلدي ايه كروته فيها فعايزه اعرف برده نصحح المعلومه دي. بص يا ست الكل هو مهم جدا مهم جدا ان انا يعني اتعامل مع شركات كبيره. الشغل العموله او الورش الصغيره دي هو انا حضرتك ليه الشركه الكبيره؟ عشان هو النهارده الموديل لما بيجي يعمله جديد لو بيعمله لاول مره ممكن يطلع عيوب كتيره في الصناعه او في الشكل لان المودرن مقاساته بتختلف من غرفه لغرفه. فانا ما جازفش ان انا واحد اول مره يعمل غرفه ما جازفش ان انا اعملها عموله عنده واشوف يا تطلع حلوه تطلع وحشه. فلكن لو انا اول ما بدات في المودرن ده بقيت اعمل الغرفه اصممها مره واثنين وثلاثه واركنهم في المخزن. اعمل الغرفه قدامك كده وبعد كده اطلع العيوب اللي فيها او اطلع التعديل اللي هعمله تاني واركنها وابدا اعملها تاني لغايه ما اصل للفكره الاخيره بتاعت الغرفه اقول هي دي. فانت حضرتك لما تيجي تتعاملي مع ناس عملت قبل كده المودرن وخدت مجال فيه طويل عشان تقدري توصلي للحاجه اللي انت عاوزاها حتى لو هتغيري في مقاساتها او لو هتجيبي اوضه مختلفه عن موجودها هتبقى عندك ثقه اكبر من ان حد يعمل عموله في ورشه مش ما اشتغلتش نفس المكان. يعني حضرتك انا دخلت عندك فحضرتك عجبني اللي موجود ده فهخاف ان انا مثلا اقوم مغيره جزء صغير علشان انا خايفه اللي بعد كده ما يبقاش بنفس الماتيريال والجوده بتاعه اللي معروض حاليا في المعرض. لا مش هقول لحضرتك دي بتحصل ساعات. بنعمل ايه بقى عشان في ناس بتبقى عندها ثقه وفي ناس ما عندها ثقه. هنقول للناس اللي ما عندهمش ثقه انت عاوز تاخد غرفه نفس الغرفه اللي موجوده دي بس هتغير في حاجات معينه وهتغير في مقاسات حسب الغرف اللي عندك بتطلب من الشركه ان هي تفرجك عليها خشب قبل التشطيب النهائي عشان تطمن ان هو نفس الخامه
اللي موجوده وبتشطب بالالوان اللي هتبقى. طب باشمهندس ياسر، يمكن احنا في مصر دلوقتي في مساحات بقت صغيره قوي، يعني عاده دي السمة الغالبه. ازاي ان انا اوظف بقى الاساس المودرن مع المساحات الصغيره؟ بتبقى الاوض صغيره، بتبقى الليفنج صغيره، الترابيزه السفره بالشكل بقى الكبير بثمان كراسي بالشكل المتعارف عليه، حتى لو قعدنا عليها اصلا. لو بالظبط كده حضرتك في المطبخ لو قعدنا على السفره، اصل كله بياكل في الليفنج دلوقتي قدام التلفزيون. ف يعني بما قالت مها، يعني ازاي ان احنا نستغل المساحات الصغيره مع المودرن؟ هقول لحضرتك، كل سيدات البيوت دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا يجيبوا ورقه وقلم عشان هديهم معلومات مهمه جدا، عشان هم نازلين يشتروا العفش او يشتروا الاساس طبعا المودر، يبقوا عارفين المقاسات اللي موجوده في المعارض عامله ازاي. يا ريت يكونوا لحقوا يجيبوا ورقه وقلم ان شاء الله. طبعا بتتذاع مره ثانيه على اليوتيوب لو حد حابب يتفرج. الغرف الكلاسيك زمان الدولاب كان بيبقى مقاسه، انا هدي لكم مقاسات الغرف كلها اللي موجوده في السوق الستاندر، عشان لما تنزلوا تبقوا عارفين تاخدوا المقاسات دي ويبقى معاكم في ورقه ومقاسات الغرفه اللي هتحطوا فيها الغرفه بتاعتنا عشان نقارن قبل ما ننزل دمياط. الدولاب زمان في الكلاسيك كان 3 متر. الارتفاع مش هنتكلم فيه، لان الارتفاع ما بيوصلش للسقف ابدا، يعني هو ارتفاع عامه من 230 ل 250. عمق الدولاب بيتراوح من 55، طبعا في المودرن كان زمان 60 و65 و70 العمق بتاع الدولاب. المقاسات دلوقتي بتاعت المودرن المتداوله عشان كلنا نبقى عارفين وسيدات البيوت تبقى عارفه، الدولاب مقاسات ستاندر، الدولاب عرض 280، العمق 60، الارتفاع 230 او 240. السرير المرتبه عامه بنسبه 80% من الداخل السرير بتبقى 160 في مترين، طبعا عشان المراتب الجاهزه هي المراتب الجاهزه اللي موجوده دلوقتي حاليا في المدن. الاثنين كومود مع السرير، عشان طبعا هي بتحط الاثنين كومود حوالين السرير. لو قلنا 55 و55، طبعا زمان كان 70 و80 الكومود، دلوقتي بنحاول نصغر لان معظم الشقق طبعا ضيقه اصغر. فال 55 و55 ادا 110 و160 يبقى الاجمالي 270. يبقى نحط في دماغنا دايما ان الحائط اللي هنحط فيه السرير ما بين 270 لغايه 290. مش طيب عشان نسهل العمليه شويه، حضرتك بتميل ان الاساس ما يكونش واخد مساحه البيت، تبقى في مساحه فاضيه او توزيع مساحات في البيت، صح؟ حضرتك لو شفت الصور انا ملاحظه ان حضرتك مستغل المساحات تماما وسايب حريه. تعال نتكلم على الاخطاء الشائعه يا فندم، ودي يمكن اللي هتلاقيها بتقع فيها كل البيوت الجديده اللي بتتاسس او واقع فيها البيوت اللي كان لسه مش موجود العلم ده دلوقتي، وهو استغلال المساحه. دايما احنا بنحب الكركبه، يعني احنا شعب بنحب ما نرميش حاجه، ودايما عندنا كركبه وعندنا اماكن مكركبه كتير جدا في البيت، يعني كراكبنا كتير جدا. فمش عارفه ليه دي نمره واحد، يعني انا مش عارفه العاده دي ليه نمره واحد. نمره اتنين، ازاي ابطل العاده دي واعمل اساس ما يوصلنيش للمرحله دي؟ يعني ايه الاساسيات اللي لو موجوده هتخليني مرتاحه مش حاسه ان بيتي فيه حاجه ناقصه؟ هل هي كنبه مريحه اقعد عليها؟ هل مثلا الكنبه دي ليها صحاره معينه؟ يعني عايزه اعرف ازاي ما اوصلش بالبيت لمرحله الكراكيب. لا ده في نقطه كمان غير الكراكيب. النهارده لما بتحط كرنيش السفره زمان كبير، كان بتحط فيه حاجات في السفره بتفضل محطوطه في السفره من يوم ما تتجوز لغايه النهارده، محدش بيطلعها ولا محدش بيطلعها ولا بيستعملها. دي عادات وتقاليد، عندنا في عادات وتقاليد كتير عاوزين كل دي فلوس كتيرة قوي. انا شايفه ان العريس والعروسه لو خدوها واستفادوا منها، احنا هنا في مصر الاساس مش للاستعمال فقط، طبعا انا جبت عفش بكذا، انا جبت عفش التباهي. ايوه التباهي بالظبط، وحاجه يعني العائلات بتنزل مع بعضها عشان تقول احنا جبنا عفش للعروسه وكده، مش تركيز في الشيء. المودرن بقى في حته الكركبه دي صعب. أيوة. جدا. انت حضرتك عينك لما هتشوف المودرن صعب، عمري ما هلاقي ده بقى طبعا. طبعا هي دي الفكره. بس دايما المقاسات الصغيره على المساحات الكبيره في المودرن يدي راحه للعين اكتر. لو انا عامل الاساس كبير وانا اخش الاقيه في وشي على طول في الغرفه، هتعب منه. لازم عيني ترتاح فيه. وبعدين المقاسات زي ما احنا قلنا، يعني لو الشقه عندي كبيره برضو ما اعملش مقاسات كبيره. مش لازم اعمل مقاسات كبيره، ممكن استغل مثلا لو غرفه النوم السرير والدولاب والتسريحه اتحطوا وبقوا تمام، ممكن احط كرسيين وترابيزه. لان دايما النهارده في اوضه النوم
مش للنوم فقط. ممكن لو انا عاوز اكل حاجه بسيطه كده أيوه. لازم افكر في اي حاجه بالظبط، عاوز البس الشوز بتاعي، عاوز اي عاوز صحيح. استعمل اي حاجات تانية. ما الاقيش السرير هو اللي قاعد اقعد عليه واعمل كل حاجه، لا في مساحه، في ترابيزه، في اتنين فوتيه للاستعمال. وكذلك في غرفه الاطفال بحط كمان المكتبه اللي بيذاكر عليها الولد فيما بعد لما يبقى أيه. طفل. كل الحاجات دي بستغلها كمساحات في الشقه. تمام. طيب وغرف الاطفال يعني حاجة يعني على كلام مها احنا ازاي نستغل المساحات وغرف الاطفال ده؟ ساعات كمان سراير تبقى سراير متعدده تبقى مثلا مكتب بيبقى معمول بطريقه معينه، يعني غرف الاطفال ازاي بتراعي المساحات صغيره والاطفال كل احتياجاته تبقى موجوده جواها؟ ما هو ده الميزه بقى في الاساس المودرن، ان هو بيستغل المساحات. لو السرير المتعدده في الشغل الكلاسيك يعني الشكل مش مقبول، يعني تخيل حضرتك لما نعمل سريرين فوق بعض والدولاب فوق منهم وناخد واحده المكتبه جنب منه واحط عليه قيمه بقى وشغل كلاسيك، مش مقبول في الشغل الكلاسيك اللي هو ان انا اعمل قيمه على السرير المتعدده. فلذلك هو المودرن هو اللي حل المشكله دي معانا، ان احنا نقدر نعمل السرير المتعدده دور اول، وفي تحت السرير كمان حاجه بنسميها سحاره. طبعا حضراتكم كلكم عارفينها، بتفتح بخزن فيها اللي حاجات وحاجات الشتوي بتاعه الاطفال. احنا في الصيف احط الشتوي فين؟ بخزنه في المكان ده، بعمله زي درج على مساحه السرير كلها بتاع الطفل، بعمله كدرجين كبار واحط فيهم تخزين سواء صيفي او شتوي. دي من مميزات الشغل المودرن، عشان ما يبقاش فيه شغل من بره كتير فبستغل المساحات اللي فيه. كمان ممكن استغل الدولاب فوق السراير كمان من فوق، خزنه من فوق اربع خزن بحط فيهم المتعلقات. كمان ممكن اخد من الدولاب جزء للمكتبه اللي طبعا الطفل لما بيكبر بيذاكر عليها وبتبقى استخداماتها كتير، تبقى اوضه تقعد معاه فتره طويله ما يضطرش الاب والام طبعًا. يجددوا الاوضه. الحاجات دي كانت موجوده في الصين والشغل ده كان موجود في الصين وتركيا والمستورد، ولكن طبعا مش هيعيش عندنا في بيوتنا كمصريين، والاطفال عندنا شقيين شويه. فطبعا الـ احنا بنصنع نفس الافكار دي بالخشب الدمياط. انا متحيزه جدا للصناعه المصريه وخصوصا دمياط فيما يخص الاساس طبعًا. يعني مش قادره اتخيل اي دوله تانية يعني غير الصناعه المصريه وخصوصا دمياط في الخشب. دمياط طبعا يعني بجد. فانتوا بتصدروا بره، بتقنعوا بره بالسوق المصري ازاي؟ هل بتروحوا معارض؟ هل بتعرضوا في معارضكم الاساس المودرن، المنافسه في المودرن يعني؟ اخر فكره عاملينها دلوقتي في دمياط، عملنا كتالوج مساحته حوالي 2000 صفحه، وطلبنا كل اصدقائنا اصحاب المعارض واصحاب الشركات واصحاب المصانع ان هم كل واحد ياخد صفحتين او ثلاثه حسب رغبته. وفي شركه خدت الكتالوج ده وهتصنعه، وكل واحد دفع مبلغ مالي بسيط. الكتالوج ده هيتوزع على دول العالم كلها. جميل، هايل، فكره هايله. دي نقطه. وفي طبعا ثوره الانترنت، الدعايات عن الشغل الدمياطي. طبعا احنا كلنا كدمياط بنحاول ان احنا نعملها، ولكن التصدير قل شويه في الفتره الاخيره. ليه يا فندم؟ عشان المشاكل، منافسة أحداث يعني ولا أحداث السياسية؟ أحداث السياسية طبعا. أنا عايز أتكلم في موضوع الكهرباء. يعني الكهرباء عندنا في دمياط دي يعني هقول كلمة واحدة بس، كارثة في كل حتة والله. لا إحنا كدمياط معلش أصعب بكتير. هقول لحضرتك غالية التعريفة بتاعتها. العامل مثلا عندنا بيشتغل 8 ساعات في اليوم. بتاثر على الصناعه نفسها. طبعا. تمام. مش عشان حاجه ثانيه. انا افتكرت ان احنا يعني بنعاني ك لا الصناعه الصناعه كصناعة الاساس في دمياط. في قوام شركه مثلا اليوم بنصرف فيه اجر عماله 5000 جنيه. اجره عمال بيشتغلوا في المصنع وفي المعرض وفي المخزن، العمال كلها دي 5000 جنيه بيدفعهم اجر عماله في اليوم. تخيل حضرتك لما يبقى بيشتغل 8 ساعات او 9 ساعات او 10 ساعات حسب كل شركه، الساعتين لما يتقطع فيهم الكهرباء ايه الحل؟ الساعتين دول لما يتقطع الكهرباء على العامل الدمياطي وهو بيشتغل ساعتين، طبعا مشكله. انا مش عايز اقول لكم انه في شباب دمياطي بيجيبوا الموتوسيكل وينور الموتوسيكل ويحطه في الورشه. شفنا صور على النت. ايوه بالظبط.
ده من حبهم للصناعة. حتى كانت ساعتها الصورة دي يعني كنا مشايرينها، قلنا الناس اللي بتحب تشتغل بتشتغل حتى في أحلى الظروف يعني. يعني أعتقد الحل هيتحسن لما يبقى يجي رئيس إن شاء الله. إن شاء الله عندنا أمل، عندنا أمل في بكرة تهدى شوية عشان إحنا زهقنا الحقيقة. بشكر أستاذ ياسر العوضي المتخصص في أثاث المودرن بدمياط طبعا، وأعتقد إن دمياط معروف عنها سمعتها الجيدة جدا سواء في الأثاث الكلاسيكي أو الأثاث المودرن. إن شاء الله يعني نتمنى زواج سعيد لكل المقبلين على الزواج وبدون خناقات، لان احنا كنا فتره بنعاني من القصه دي. انا العريس يتخانق على العفش على الصالون، انا عايز الحجم الوسط، انا عايز الحجم الكبير، الحاجات دي الواحد عانى منها كتير. ايوه طبعا احنا ان شاء الله باذن الله معاكم سيدتي يوم الاثنين احتفاليه خاصه من المصريه، معاكم القهوه من الصبح من الساعه 10 الصبح لغايه بالليل، يوم خاص جدا. وفيما يخص سيدتي هنحاول ان احنا نجيب لكم كل ما يهمكم في شم النسيم. يا مشاهدينا كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم يعني نشوفكم طبعا تتابعونا يوم الاثنين، حاجات جميله احنا من يوم مفتوح، وخصوصا سيدتي بكره ان شاء الله فريق عمل جديد من سيدتي على المصريه. الى اللقاء.